والله من أهم المطالب عندنا الأستاذ نذير بن عام والوزير هبط قرار اليوم بأنه الكونكور متاع القضاء يعدوه كان المحامين الأكالية اللي يخدموا مدة 10 سنين في المحاماة، وهذا يحرم معناها برشا فرص للطالب، طالب العادي معناها اللي متحصل على الإجازة ولا متحصل على الماستر ولا الدكتوراه في القانون. نشوفوا فيه هذا يعني قرار جائر للطالب وبطبيعة الولد الشعب يعني. والله ما خلوناش بطبيعة ندخلوا للوزارة، أنا البوليسية كما تعرف كالعادة، وما خلوناش يعني ندخلوا. والأستاذ هذايا الأستاذ نذير بن عام كان مش يعرف معناه، يعرفوا الناس أنه هو أستاذنا اللي قررنا معناها الحقوق وقررنا المبادئ وأخلاقيات المهنة، قررنا برشا حوايج ما نشوفوا فيها على أرض الواقع. بالنسبة للوقفة اللي متاع اليوم هي وقفة ضد قرار وزير العدل اللي باش يحرم به آلاف من خريجي كلية الحقوق، قرار تعسفي. الوقفة اليوم ووزارة الإشراف ووزارة العدل وعلى رأس سي نذير بن عمو قابلنا بالأمن وبالمتراك ومنعنا باش حتى نقبلوه وباش نحكوا في القرار هذا. هذا قرار معناه من وزير مستقيل من حكومة مستقيلة ما عنده حتى حق لا قانوني ولا حتى شيء باش يتخذ كما قرار كما هذا. احنا مواصلين في تحركاتنا، كليات الحقوق في تونس 4 كليات حقوق في تونس وكلها مضربة على شيء هذا، تعطلت الدروس تعطلت الامتحانات، واحنا مواصلين الى ان يتراجع ويسقط القرار هذا. المواصلة منية قلت لنا مطلبنا نقابة باش نعاش يقولوا لنا التعليمات. هنا سندناكم ولد عندكم نقابة تحميكم من رفض التعليمات. هنا سندناكم اليوم يا مرحيات يا والله سلطة الإشراف تجاهلتنا تماما، وأنا من الناس اللي تعرضوا للضرب بالمتراك متاع البوليسية. أنا نقول اللي هو من الخزي والعار أنه بعد ثورة قام بها الشباب يهمش عنوة، معناها فما توجه فما سياسة معينة لسد النوافذ أمام الشباب ألخكو هما أحق ناس اليوم باش يشدوا أخدم. أنا نكلم فيك اليوم، أنا أستاذة في الجامعة وأضم صوتي لصوت الطلبة على خاطر أنا أستاذة عندي عامين ودرس بصورة عرضية. أنا نحب نقول للوزير اللي اليوم نقص من شأن الطلبة وقال أنهم هما ينجحوا بالفوسكة وذي عيب عليه ياسر، مع عيب كبير. نقول له اللي فما ناس ماخذة ماجستير ومرسمة عندها سنتين على الأقل في الدكتوراه هي أولى باش تخدم بعد ثورة من المحامين اللي هما زملائنا، وأنا ما عندي ضدهم حتى شيء، أما هما ناس ديجا تخدم. راهو اللي حصل في تونس أبغتيغ دو 17 ديسمبر كان موجه نحو الشغل والحرية والكرامة الوطنية. القرارات اللي راو فيهم اليوم قرارات معناها مخجلة لحكومة مخجلة لم تستجب لأدنى مطلب من مطالب الشباب. ونحب عندي بنحب نعرج على حاجة، معناها فما ممارسات راو فيها توا من طرف الأمن اللي قاعد يصد في التحرك الاحتجاجي السلمي اللي يقوموا به الطلبة، ممارسات تذكرنا بممارسات بن علي، معناها يصوروا فينا بالليزاباغي فوتو وما حاجة تعمل العار. ما ابخيتو احنا جينا اليوم باش نستردوا حق، نطالب باسترداد حق، ماناش قاعدين نطلب عليه في حد شيء. ناس بشهيدها ومطيشه على الكياسات، ناس ما عندهاش حق قهوه ما عندهاش حق كاسكروت، وهو قاعد في الرخاء غاديك الوغ هو كان يقري فينا الكل ذي احنا طلبته هو الكل. انا نقول اللي اليوم هو يمثل عار على كليه الحقوق، عار عار عار، وهو غير مرحب به في الكليه من هنا فصاعدا. جينا هوني على خاطر
بديت الحكايه بمشروع عدول التنفيذ اللي نورمالمون بتخرج عاد المنفذ عند تقرا تروازون ومن بعد تعمل سي موا تربص. جا المشروع هذايا قالك شنيا تولي ماستر اوبليغاتوار تعدي عامين في المعهد العالي للقضاء باش تنجم تخرج عاد المنفذ اللي هي مهنه حره ما يزمايش هذا كل. الحاجه الثانيه على اثر التعيينات اللي صارت، تعيينات تاع 535 قاضي معناها ما عندهم حتى سونس التعيين هذايا كيفاش؟ معناها امتدادا على 5 سنين باش يقعدوا قضاتنا ومحامينا قاعدين باركين كيكا خاطر سيتو هو جاء عمل لنا التعيينات هذوما. اوني كونتر هذايا ديجا الطلبة الحقوق كلهم هوني سيونس جوريديك سيونس بوليتيك مثل مين هوني مانا مروحين من هنا الا ما القرار هذايا يسقط. ديجا باش نحنا ديجا باش ندخلوا ما خلوناش طلبنا انو سيادة الوزير اللي هو استاذ في الجامعة متاعنا ميم با يتشرف باش يجي قابلنا. سامحني راك قريتنا راك رانا الطلبة متاعك اللي قلت تقولنا راكم اولادنا وينك تهبط تتفاوض معانا. ديجا فما قرار انو ممنوع اللي باش يدخل للفاك الطلبة هما اللي باش يطردوه من الفاك. هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية نشوفوا لهنا اعتداءات من عند البوليسيه كالعاده مستنسين بها في التحركات نتاعنا نتاع الطلبه ولا نتاع الرابطات ولا نتاع كل شيء. نحنا شنو نحبوا القرار جينا على مطالب نحبوا نحقوا المطالب نتاعنا. الوزير هذا مش غريب عليه اللي كاتب دكتوراه الدوله الليله بن علي نذير بن عمو اللي كاتب دكتوراه الدوله الليله بن علي مش غريب عليه انه يصدر قرار كمن هذا 533 قاضي 533 قاضي من المحامين وقبلها اصدر مشروع قانون لعدول التنفيذ اليوم معك معكتكم